ومن إنجاز سارة الحوال لإنجاز وطني آخر سطر من الفخر عنوان، إنه إنجاز الشاعر محمد العجمي الحائز على المركز الثاني بالشعر النبطي في مسابقة كتارة لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بدورتها الرابعة والمقامة بالدوحة عن قصيدته ذروة التبجيل. وبهذه المناسبة المميزة وتحت هاشتاج جائزة كتارة لشاعر الرسول، هنأ المغردون الشاعر بكل فخر متداولين الصور وكلمة للشاعر العجمي من خلال مقطع فيديو متمنين له مسيرة حافلة من التقدم والنجاح. الحمد لله رب العالمين، انتهت الحلقة النهائية وحصلت على المركز الثاني والحمد لله رب العالمين. هذا عمي أبو محمد أبو علي والد المتسابق صالح المري، وانا اعتبره والدي الثاني. الله يوفقنا وياك، والحمد لله مستانس وفرح، وهذا امر يدعو للفخر. مجرد مشاركتنا في المسابقه، نفس هذه المسابقه تحمل اسم شخصيه نفس هذه الشخصيه محمد صلى الله عليه وسلم.